السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا حلقة جديدة وحلقة متميزة، والنهاردة في الحلقة دي هنتعرف على أنواع بلف العجلة وطريقة نفخ كل بلف، ونتعرف على مميزات وعيوب كل بلف. ولسه معانا أول مرة بتشوف معانا الفيديوهات وأول مرة بتشترك معانا في القناة، بقول لك يلا اشترك معانا وفعل زر الجرس عشان عندنا فيديوهات كتير هنتكلم فيها عن تصليح العجل وكل ما يلزم العجل. النهاردة معانا ثلاث بلوف في ثلاث أنواع مختلفين. أول بلف معانا في المجموعة دي وهو بلف الشريدر، واللي هو بلف العربية. بلف العربية ده يعتبر من أفضل وأحسن البلوف. الميزة فيه إنه يعمل على تسريب الهواء. زي ما شايفين البلف معانا دي في نظام أمام اللي هي السوستة الداخلية ديت، لو إنها ضغطنا عليها كده بحيث لو هي أنت عاوز تفسي الفردة بتضغط عليها وبتفسي الفردة بتاعتنا، وليها برضو غطاء بعد ما بتنفخ العجلة. ودي الميزة فيه انك سهل جدا اي انفخ عربية اي ورشة نفخ بتقدر تنفخها منه باي بسهولة خالص من غير اي مشاكل، ودي تعتبر من اميز واحسن بلوفة بلف العربية. تاني بلف معانا هو بلف البريستا، اللي هو البلف الفرنساوي بتاع العجل الرود، العجل السباق. البلف اللي معانا دي فيه صامولة كده، دي صامولة الامان، لو حبيت مثلا تنفخه بتفك الصامولة دي الاول وبتضغط على كده وبتركب المشبك. هنعرفك ازاي تركب مشبك دلوقتي. ودي البلف ده يعتبر مميز جدا، انه ديت طبعا الصمام الامام بتاعه، ودي بلف متميز جدا بالنسبه لعجل روت. طبعا البلف اللي معانا اللي هو البلف العجله العاديه اللي هو الوود. البلف ده بلف عجله عاديه بتاع العجل الاطفال والعجل العادي. طبعا اوريهولك دلوقتي، بتحب تفك الغطا بتاعه ده اهوت كده بالطريقه دي اهوت، وبتطلع الجلده بتاعته، ودي تعتبر البلف بتاعه. عيب بقى ان الجلده دي دايما بتبوظ ودايما بيعمل على تسريب الهواء، ودايما تلاقي العجله بتاعته دايما بتنام مش زي العجل التاني لو العجل الرود او البلف العربي، ودي يعتبر ملوش مميزات خالص، ودي يعتبر من عيوبه. طبعا طريقه التركيب بتاعته، في زي ما انت شايف كده في شفرتين بتدخلها كده في الدخله دي في مكانه زي ما انتم شايفين كده، وبنبدا نربطه كده كده ونحرق عليه وكده خلاص البلف بتاعنا جاهز. طيب طريقة النفخ بقى مع بعض اهوت. هنجيب المنفاخ بتاعنا ونعرف كل واحد ازاي يتنفخ. هنفك مثلا اول حاجة هنعانا ده اللي هو المشبك بتاع المنفاخ، في فتحة كبيرة وفتحة صغيرة. الفتحة الكبيرة ديت لبلف العربية. هنفك الغطا البلف اهوت تمام. هنيجي زي ما انت شايف الفتحه الكبيره، وبنبدا نركب وبنقفل بالمشبك بتاعنا بالطريقه دي كده، ونبدا ننفخ. طبعا انا عامل حلقه زي ما انتم شايفين، حلقه على القناه ازاي بتعرف مقاس ضغط الهواء، برضو هتشوفوها على القناه. وكده نفخنا الكاوتش. ساعه ما بعد ما بننفخ بنفك المشبك كده لفوق، وبنبدا نطلع ديت وبنبدا نربط معانا اللي هو الغطاء بتاعنا بتاع كده. وكده عرفنا ازاي نفخنا اللي هو بلف العربية. تاني بلف معانا اللي هو بلف البريستا. عشان تنفخه طريقة سهلة خالص، هنفك الصامولة دي الاول اهوت زي ما انت شايف اهو تمام، لازم تفكها الاول. وبنبدأ نجيب اللي هو المشبك معانا بتاع المنفخ في الفتحة الضيقة معانا اهيت، بنركبه كده زي ما انت شايفين، وبنبدأ نقفل معانا زي ما انت شايف كده بالمشبك، ونبدا ننفخ زي ما انت شايف كده تمام. وبعد ما بتخلص بتفك المشبك زي ما انت شايف، وبنبدا نربط الصاموله دي، ولو في غطا برضو بتغطيها عشان الصاموله ما تفكش منك. تالت حاجه معانا اللي هو بلف العجله العاديه. هنفك الغطا بتاعه، ودي طريقه نفخه سهله خالص ومش محتاج اي مشاكل خالص. بنفك الغطا بتاعه اهوت تمام، ونبدا الفتحه اللي هي الصغيره، ركز معايا تمام، وبنركبها كده وبنبدا نقفل بالمشبك ونبدا ننفخ تمام اهو كده بيبدا ننفخ. لو حبينا بعد ما نفخنا وعرفنا خلاص طريقه النفخ، نفك المشبك زي ما انت شايف كده اهوت، وبنطلعه بالطريقه دي. طبعا اضرار النفخ الزايد واضرار النفخ، لو انت العجله بتاعتك مش منفوخه كويس بتعمل على تشقيق كاوتش، ولو منفوخه جامد ممكن عجله منك تترقع. في نهايه الحلقه بنقول لكم كل سنه طيبين، وانت لو شفت معانا الحلقه لحد الاخر كده يلا بقول لك يلا اشترك معانا وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك عشان نوصل على المشاهدين، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.